السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أعضاء جروب رجيم الكيتو بسهولة، وأصدقائي على قناتي على اليوتيوب. أنا وليد الأسيوطي، بكلمكم زي ما تعودنا كل يوم جمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. بنتكلم عن الكيتو، بنعرف الحاجات الجميلة اللي فيه، وكمان لازم نعرف العيوب وإزاي ممكن نتلافاها، أو إزاي ممكن إن احنا نتخلص من المشاكل دي ونتجنبها. النهاردة هبدأ الكلام معاكم، بس عايز برضو هستأذنكم كالعادة، دايما اعملوا لايك للفيديو، عايز اشوفكم، عايز اشوف كل الناس اللي معايا. اللي عنده برضو اسئلة يحطها لي في تعليق على الفيديو ده، وياريت كمان تعملوا شير، يعملوا مشاركة للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس، والناس كلها تشوفه وتشاركنا وتعرف اكتر عن الكيتو. موضوع حلقة النهاردة عن اضرار الكيتو وازاي نتجنبها او ازاي نعالجها. خلينا نبدأ في الأول كده، نمسك إيه المشاكل اللي ممكن تواجهك وإنت داخل في الكيتو من البداية خالص، من أول يومين ثلاثة، إيه المشاكل اللي ممكن تواجهك، وبعد كده لحد ما نعرف إزاي تعدي من كل المشاكل دي بدون أي تعب أو إرهاق. أول مشكلة ممكن تحصل لك وهي بيسموها الكيتو فلو. الكيتو فلو أو إنفلونزا الكيتو مش معناها إنفلونزا بالمعنى المفهوم، ولكن هي بعض أعراض شبه أعراض الإنفلونزا، يعني ممكن يجي لك شوية تعب كده، إجهاد، صداع وحاجات زي كده. فا إيه اللي ممكن يسبب، إيه سبب المشكلة في الأول قبل ما نتكلم عن العلاج، إيه سبب المشكلة عشان نقدر إن احنا نقول إزاي نتلاشاه. يعني في ناس كتير بيبقوا مدمنين سكر. مدمنين سكر يعني إيه مدمن سكر؟ أنت متعود تشرب الشاي بتاعك بثلاث اربع معالق سكر، متعود بتشرب ثلاث اربع مرات غير القهوه وغيره، بتاكل حلويات شوكولاتات وحاجات زي كده، فكل الكلام ده معناه ان انت مدمن سكر. فبالتالي لو جيت فجاه كده دخلت في الكيتو وقطعت السكر ده تماما، طبيعي جدا هتحس باجهاد وتعب وممكن شويه صداع. دي بنسميها اعراض انسحاب السكر من الدم. انت مدمن سكر زي ما بقول، فبالتالي لما تيجي تمنع السكر ده عن جسمك، مخك بيبدا كده ايه، عايز السكر، عايز السكر اللي متعود عليه، فده اللي بيعمل لك المشاكل دي او التعب او الصداع اللي بيحصل في اول كام يوم. طيب ازاي نتغلب على المشكله دي؟ في نوعين من الناس، فخلينا افترض في الاول ان في نوع من الناس اللي هو مدمن حقيقي، يعني هو بيشرب الشاي والقهوه والكلام ده بكميه سكر كبيره، وفي نوع تاني يعني بيستخدم السكر بشكل بسيط. عشان هعمل بس موبايل سايلنت عشان الرسائل اللي بتيجي مش وقتها، سوري. فالنوع اللي هو المدمن سكر ده، لا ما تدخلش كيتو فجأة، ما تدخلش كيتو فجأة. يعني انت متعود تشرب كمية السكر دي كلها وتاكل شوكولاتات وحلويات وبتاع وكلام زي كده، فما تجيش تقطع كل ده بشكل مفاجئ، وإلا فعلا هتحس بتعب جامد. فبالتالي لو انت مدمن سكريات، لا ابدأ خد لك اسبوعين ثلاثة كده في الأول، قلل السكريات دي شوية قبل ما تدخل كيتو، قلل السكريات شوية شوية بالتدريج لحد ما يعني يبقى عندك استعداد انك تقطعها بشكل تام. النوع التاني من الناس اللي هو يعني بيشرب او بيستخدم السكريات بس بشكل بسيط، خلاص مش مشكلة، ادخل الكيتو، بس بقى اعمل حسابك ان انت لازم بتاخد المحلول الكيتوني اللي دايما بننصح بيه، اللي هو معلقة خل تفاح على كوباية مية ومعها رشة ملح هيمالايا او ملح دكتور سولت ونص ليمونة، تاخد ده مرتين في اليوم بحيث ان هو يخفف شوية من اعراض التعب والاجهاد اللي ممكن تحصل لك في بداية الكيتو. فحلها بسيط جدا جدا جدا، يا اما انك تدخل بالتدريج او ادخل وقطع السكريات تماما، ولكن احرص على انك تاخد المحلول الكيتوني اللي بنقول عنه دايما. طيب دي مشكلة من المشاكل، التعب، الاجهاد، الصداع اللي ممكن يحصل لك في اول بس اسبوع او اسبوعين، مش اكتر من كده. يعني الناس اللي بتبقى داخل الكيتو جديد، عايز برضو اسمع منكم تجاربكم، يعني الناس اللي دخلت الكيتو، هل انت حصلت لك مشكلة من المشاكل دي ولا الدنيا مشيت معاك بشكل سهل؟ برضو كلمونا على النقطة دي. بعض الناس المتابعين معايا اللي بشرف عليهم بشكل شخصي، عدوا من اول بدايات الكيتو، اول 3 اسابيع او اكتر من 3 اسابيع بدون ما تحصل لهم اعراض الكيتو فلو، ببساطة ان هم ملتزمين بكمية خضروات كبيرة، بيأكلوا كمية خضروات كبيرة، كمان بنصحهم دايما بالمحلول الكيتوني مرتين في اليوم، شرب كمية كافية من المية، غير ان في بعض الناس اللي هم لقيت ان هم يعني مدمنين سكر بشكل ضخم جدا وبشكل بشع، فبالتالي خليتهم قبل ما يدخلوا الكيتو ياخدوا بس كده فترة تدرج في دخول الكيتو علشان ما يتعبوش.
طيب دي اول مشكله. المشكله الثانيه ايه؟ من المشاكل اللي بتحصل برضو احيانا الامساك، احيانا بتحصل عند بعض الناس امساك. وخلينا ناخد كام مشكله كده مع بعض عشان هم حلهم واحد. الامساك، تشنجات العضلات، وسرعه ضربات القلب او خفقان القلب. ايه هي المشاكل دي وايه حلها؟ الثلاث مشاكل دول بسبب نقص الاملاح المعدنيه. الثلاث مشاكل دول بسبب نقص الاملاح المعدنيه، خصوصا الصوديوم وال سوري خصوصا البوتاسيوم والمغنيسيوم. نقص البوتاسيوم والمغنيسيوم هيسبب لك المشاكل دي كلها اللي احنا قلنا عليها: الامساك، ضربات القلب السريعه، التشنجات العضلات، ممكن الام يعني في المفاصل وعضلات وحاجات زي كده. فانت لازم تعوض النقص ده. هتعوضه ازاي؟ اولا لازم تشرب كميه ميه كويسه، ثانيا برضو لازم تاكل خضروات، نفس الكلام اللي بنقوله، لازم تاكل خضروات ورقيه كتير. طب ليه؟ ايه علاقه الخضروات الورقيه بالقصه دي؟ الخضروات الورقيه ببساطه شديده جدا، اولا فيها كميه الياف كتيره، فبالتالي بتسهل حركه الامعاء، فهتسهل موضوع الامساك او مش هيبقى فيه امساك. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الخضروات البوتاسيوم اللي فيها بيساعد المعده على انها تهضم الاكل بشكل كويس وتمتص المعادن والاملاح اللي موجوده في الاكل بتاعك والبروتين والفيتامينات وغيره. فدي فكره البوتاسيوم اللي موجود في الخضروات. المشكله الثانيه او سوري الحل الثاني هو المغنيسيوم. لازم تاخد اقراص مغنيسيوم، لازم. معلش، هو المغنيسيوم يمكن في العادي اظن موجود في العيش مثلا تقريبا، اللي هو الخميره اللي بتعمل بيها العيش، وفي بعض الفواكه. فبالتالي احنا محتاجين ناخد مكمل غذائي مغنيسيوم اقراص 400 ملي جرام او 300 ملي جرام للستات، 400 للرجاله. هتحل لك مشاكل كتيره جدا، مره واحده بس كل يوم قبل النوم بساعه او بساعتين هتحل لك معظم المشاكل دي. طيب دي شويه المشاكل اللي اتكلمت عنها. معلش انا ما كنتش بجاوب على الاسئله، بس كنت عايز اخلص الموضوع بتاعي بشكل كده بسيط وملخص علشان الناس اللي هتشوف الفيديو ده بعدين في الاعاده او لو اتحط على اليوتيوب. هرجع اشوف ابص على اسئله. حطوا اسئلتكم يا جماعه، اعملوا لايك للفيديو عشان اشوف اللايكات بتاعتكم كده والناس التانية تشوفنا ويدخلوا معانا. اعملوا شير للفيديو عشان عدد اكبر من الناس يشوفوه. يونس بيقول: كيفك استاذ وليد؟ عندي ثبات وزن وكرش ما جاي تنزل، وجاي العب رياضه قويه يوميا تقريبا اكتر من ساعه، وبعدها كارديو داخل قاعه حديد. او زي ما قلت لك، انا فاكر يا يونس انا جاوبتك قبل كده. جرب تطبق نظام الصيام المتقطع مع الكيتو، يعني كل وجبتين وصوم 16 ساعه مع الرياضه اللي انت بتلعبها. اصبر بس شويه على جسمك. طبعا لازم يكون في التزام مستمر بالكيتو، ما ينفعش تقطع الكيتو في بيوم كده وتخرج، هيوقف حرق. التزام تام ومباشر بالكيتو لفتره طويله مع الرياضه اللي انت بتعملها، زود عليهم الصيام المتقطع، الدنيا هتظبط معاك ان شاء الله. بس اصبر شويه عليها، كده كده الدهون دي بتختفي يعني، ما تقلقش. نور عبد الله: اهلا وسهلا، منور لي يومين عندي اسهال بعد الوجبات. اسهال عندك؟ اسهال دي احنا بنتكلم في المشاكل اللي بتواجهك في الكيتو. من ضمن المشاكل احيانا بيحصل الاسهال، خصوصا لو انت لسه في بدايه الكيتو. ده بيكون بسبب ان الجسم لسه ما اتعودش على كمية الدهون الكتيرة اللي انت بتديها له، فبالتالي ممكن يحصل الاسهال. الحل ببساطة شديدة جدا، حتى لو حصل معاك، لو انت مش لسه مش في بداية الكيتو، لو انت قدام شوية بعد فترة من الكيتو وحصل لك القصة دي حصلت لك القصة دي، معناها برضو ان الدهون بتاعتك زيادة، قلل دهونك شوية. عندك اسهال، قلل دهونك شوية. ابو احمد: واللي بياكل كل يوم نص كيلو لب، ايه الكلمة دي؟ مفيش نصيحة يعني؟ نص كيلو لب ايه؟ طب اقول لك ايه يا احمد؟ طيب اقول لك ايه؟ نص كيلو لب انت كده مش كيتو، ما ينفعش طبعا. لا يعني ما تشتريش لب، نصيحتي ليك ما تشتريش لب. نور: كم ظرف ستيفيا يسمح لي اخده في اليوم؟ ابص، ممكن اقول لك خدي ستيفيا كتير، بس انا مش عايز الناس تاخد ستيفيا كتير لدرجة ان هو يحصل له اشتهاء للحلويات والسكريات التانية، او لدرجة انه يعمل له مشاكل صحية تانية احنا في غنى عنها، من ضمنها ممكن يكون الاسهال لو زودت السكر المصنع والحاجات اللي زي كده. عشان كده هقول لك سكر ستيفيا خديه مرتين ثلاثة في اليوم كفاية، مرتين او ثلاثة في اليوم. ايه المكمل الغذائي المعتمد اللي اخده مع النظام؟ انا ليا فيديو، هعمل فيديو على اليوتيوب اتكلمت فيه عن المكملات الغذائية اللي ناخدها مع الكيتو.
الخص الكلام بشكل سريع. اولا بناخد اي مالتي فيتامين، في اي مالتي فيتامين نروحي للصيدليه شوفي اي مالتي فيتامين موجود كويس بالنسبه لك، خدي حاجه يكون فيها مثلا زنك وحديد وفيتامين اي او فيتامين بي، بيبقى حاجه واحده بس يعني، هو قرص واحد بيكون فيه كل الكلام ده. وبعد كده ده مره واحده الصبح، بعد في الوجبه الثانيه او في اخر النهار كده ممكن ناخد اوميجا 3. الاوميجا 3 من الحاجات المفيده اللي الجسم محتاجها، لو 500 مللي جرام هناخده مرتين، لو 1000 مللي جرام هناخده مره واحده. والحاجه الثالثه اللي لسه اتكلمت عنها من شويه اللي هي كانت ايه؟ المغنيسيوم. هل النزيف في بدايه الكيتو طبيعي وكم يستمر؟ معرفش ايه النزيف اللي تقصديه، يا ريت توضحي لي. شو رايك بالكارنيفور؟ طيب خلينا اقول في الاول ايه هو الكارنيفور عشان الناس تفهم انا هتكلم عن ايه. الكارنيفور، كلمه كارنيفور المقصود بيها، طبعا مش هتكلم بالتفصيل انا بس هقول رايي بشكل سريع فيه. الكارنيفور معناها اكل اللحوم، الكارنيفور يعني اكل اللحوم، يعني انت بتاكل اكل زي اكل اللحوم ما بياكله زي الاسد والنمر مثلا والحاجات دي، فانت بتاكل اللحوم بس، من الاخر بتاكل لحوم ودهون فقط، ده الكارنيفور. رايي الشخصي انا ما جربتوش، ما حاولتش اجرب الكارنيفور خالص، لاني مقتنع تماما ان انا محتاج خضروات، لازم اكون اخد خضروات ورقيه، فبالتالي انا ما بحبش اجرب الكارنيفور، وحتى لو جربته مش همشي عليه اكتر من اسبوع. ما اعرفش يمكن يكون الكارنيفور كويس من وجهة نظر ناس تانية، لكن انا شايفه ان هو اسبوع كفاية جدا عليه علشان الخضروات، محتاجين الخضروات. حتى انا برضو اتكلمت في النقطة دي قبل كده وقلت عنها، يعني حتى الدكتور كريم علي لما اتكلم عن موضوع الكارنيفور ده، لو خدتوا بالكم الناس لو شافت الفيديو بتاعه للاخر هتلاقيه ان هو نفسه اللي بيشجع الكارنيفور جدا، جه في اخر الفيديو وقال لك انا باجي كده كل يومين واخد ربطة بقدونس او ربطة جرجير. طب ايه؟ شيماء، ممكن اخد كام معلقه زبده في اليوم؟ ممكن 4 5 كده شيماء، حسب وزنك وحسب يشبعك قد ايه. عبد الوهاب، جزاك الله خير. انا وسهلا بيك عبد الوهاب، منور. شيماء، لاني مش بحسب سعراتي بس اخد اقل من سعراتي زي ما قلت لك، يعني 4 5 معالق زبده في اليوم كويسين جدا. يا رب ماليش غيرك بتسال سؤال هام، هو كل ما بننزل في الوزن بنقلل في السعرات؟ طبعا طبعا، كل ما وزنك بيقل بتقلل سعراتك وبتقلل الدهون اللي انت بتاخدها، ده امر طبيعي جدا. انت حتى يعني لو دخلت على اي كالكوليتر، اي اله حاسبه من الموجود على الانترنت اللي بيحسب لك سعراتك، وقلت له انا وزني مثلا 90، هيقول لك، طبعا مش الوزن بس، الوزن والسن والحركه وما الى ذلك، هيقول لك مثلا سعراتك وليكن 2000. طب جيت دخلت تاني قلت له انا وزني 85، خلاص هتبقى اقل. طب وزني 80، السعرات اقل، وهكذا. فكل ما وزننا بيقل كل ما السعرات اللي احنا محتاجينها بتقل. كلارا بتقول دوما متالق وبشكرك على مساندتك لي، انا جربت كل اضرار الكيتو الحمد لله بمساعدتك ونصائحك تمكنت من التغلب عليها. تمام، بشكرك جدا يا كلارا، دايما مشرفاني والله ومنوراني في اللايف، بشكرك جدا. زي ما كنت بقول من شويه، لو مشيت على الكيتو صح وخدت بالنصايح بشكل مظبوط، ان شاء الله هتعدي من كل المشاكل اللي بتواجه الناس. تاني هحاول الخص كده عشان برضو ايه افتكر، وانتم ساعدوني قولوا لي ايه الاضرار اللي واجهتكم اثناء دخولكم في الكيتو، سواء في البدايه او في المنتصف او في النهايه. ما تنسوش اعملوا لايك للفيديو واعملوا شير يا ريت كمان عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اتكلمنا في الاول عن المشاكل اللي ممكن تحصل لك في البدايه، وهي الاجهاد، الصداع، التعب. كان في حته ما اتكلمتش عنها اللي هي الجوع. في ناس بتجوع جدا، في بدايه الكيتو في اول اسبوع، يقول لك انا جعان جدا وعايز اكل كل شويه، كلت 3 وجبات ولسه جعان، ما فيش مشاكل، عادي جدا، كل ده طبيعي، لان انت في بدايه الكيتو انت لسه انت منعت كل السكريات والنشويات اللي الجسم متعود عليها، فجسمك لسه ما قدرش ياخد او مش عارف ياخد الطاقه بتاعته من الدهون اللي انت بتديها له، فبالتالي بتحس بالجوع. فده بيحصل معاك بس ممكن اول كام يوم في الكيتو، اول ما جسمك بيبدا يتعود على الدهون خلاص انسى موضوع الجوع ده نهائيا. حسناء، كيف احسب سعراتي؟
لا، في معادلة كبيرة لموضوع حساب السعرات يا حسناء، فلو عايزة تحسبي يعني وفري على نفسك المعادلة الطويلة دي، وادخلي بس اكتبي على جوجل حساب السعرات الحرارية، هيطلع لك بس موقع تدخلي البيانات بتاعتك فيه، يعني السن والطول والوزن والنشاط الحركي، وهو يحسب لك السعرات بتاعتك. طب هل احنا في الكيتو بنحسب سعرات؟ والله لو هتحسب سعرات يبقى حاجة حلوة، احسب سعراتك واخصم منها 400 او 500 سعر في اليوم. يعني انت سعراتك مثلا 1700، اخصم منهم 500 وكل 1200 سعر، وكده هتخس والدنيا هتبقى زي الفل، الحياه حلوه جدا، ودي حاجه كويسه. طيب انا بقى كشخص، انا كواليد بحسب سعراتي؟ حقيقه لا، انا بحسب، جربت موضوع حساب السعرات ده احيانا، كنت بجربه علشان حب الاطلاع، عشان ابقى فاهم وعارف الموضوع ده ماشي ازاي. احيانا بجرب حساب السعرات برضو لبعض الناس المشتركين معايا، او يعني اللي بتابعهم بشكل شخصي، عشان احسب لهم السعرات في الاول واعرف هم المفروض ياكلوا ايه وازاي. لكن معظم الوقت انا بمشي بدون حساب سعرات. انا ميزاني في الكيتو هو الاحساس بالشبع والجوع، حسيت ان انا جعان اكل، اول ما اشبع اوقف اكل ببساطة شديدة جدا. راح اجرب الكارنيفور واحكي لك تجربتي، اكيد يا ريت. مش عارف اقرا الاسم بس انا اسف، هيتاف الباش، هيتاف الباش. جربي الكارنيفور واحكي لي تجربتك، اكيد هكون سعيد ان انا اسمع تجربكم كلكم. يا جماعه احكوا لي تجربكم، اللي جرب الكارنيفور قبل كده يحكي لي، يقول لي كان حاسس بايه والدنيا مشيت معاه ازاي، وخس عليه ولا لا. هو خس عليه ولا لا؟ اكيد هيخس، يعني الكارنيفور بالمناسبه يا جماعه، انت لو مشيت كارنيفور لازم هتخس، لكن هل هو بقى ينفع على المدى البعيد يعني بدون خضروات وكده؟ جربوا وقولوا لي، وانا يعني يمكن اجرب في يوم من الايام، عشان يبقى الكلام عن تجربه فيها بعد. شيماء بتقول انا باخد وجبه واحده في اليوم، وكمان ايه مش عارف ايه، باخد شوربة عظم كده كويس. سعيد، حاولوا يا جماعة تأكدوا من السبيلنج بتاعكم قبل ما تبعتوا الكومنت، علشان أقدر أقراه. الموضوع أنتم مش متخيلين بيبقى صعب شوية وأنا في اللايف. يعني وجبة واحدة في اليوم، أنا فهمت كده من كلامك إنك تاخدي وجبة واحدة في اليوم وكمان ساعتين يعني آخد شوربة عظم. لا لا، انا ما بحبش التجويع، ما بحبش الجوع في موضوع ان انت تاكل وجبه واحده في اليوم. على فكره يا جماعه، الناس اللي بتاخد وجبه واحده في اليوم دي ناس كتيرة جدا، وللأسف انت بتبقى شايف انك لما بتقلل اكلك جدا انت كده هتخس. لا، الحقيقة ده غلط. لو قللت اكلك زيادة عن اللزوم مش هتخس، لو فضلت مثبت وجبة واحدة فترة طويلة جسمك هيحس ان في مجاعة، في مجاعة داخلة، فبالتالي هيبدأ يتمسك بالدهون اللي متخزنة عنده وما يحرقش. فبالتالي لا، وجبة واحدة في اليوم غلط، لازم كام يوم تاخد وجبتين، وكام يوم كمان تاخد 3 وجبات كمان، وترجع بعد كده تاخد وجبة واحدة، وهكذا. اعملوا التنويع ده كتير. النزيف الدورة يعتبر طبيعي وكم يستمر؟ بالنسبة للنقطة دي، وناس كتير برضو بتسأل فيها، موضوع الدورة الشهرية، موضوع النزيف، احيانا بيحصل فيه نزيف بيبقى كتير، واحيانا بيتقطع خالص لفترة من الزمن. كل ده بتبقى لخبطة في الهرمونات في بداية الكيتو، بس عند بداية الكيتو وعند بداية الدخول في الكيتو بتبقى لخبطة مؤقتة. هي الحقيقة مش لخبطة، هو الفكرة ان ساعتها الواحدة بيبقى عندها اصلا مشاكل في الهرمونات. هي شايفة ان هي ماشية منتظمة طول العمر، ولما دخلت في الكيتو بدأت تظهر المشاكل دي، لكن لا، الحقيقة هو كان في مشكلة في الهرمونات، وانت بدخولك في الكيتو ومنع السكريات والنشويات واعتمادك على الكيتونات بدأ الجسم يظبط الهرمونات دي من الأول. فعارف كأنك بتعمل، او كانك بقى بتعملي استعاده ضبط مصنع، عارفين الريست، انت بتعمل ريست لجهازك المناعي كله وجسمك كله وهرموناتك كلها. فبالتالي في بدايه الكيتو يمكن اول شهر شهرين 3 بالكتير قوي بتحصل لخبطه في الهرمونات عند الستات خصوصا، بعد كده بتتظبط تماما ومش هتشتكي من اي مشاكل خالص. بالعكس كمان، ده الكيتو يعتبر علاج لمرض تكيس المبايض اللي بيحصل عند بعض الستات. حسنا، لان جديده، كيف اعرف شو اكلت ومناسب ايه اللي اكلته ولا لا؟ ببساطه التزمي بالممنوعات والمسموحات يا حسناء اللي في الكيتو. اولا طبعا بما انك جديده فلازم نرحب بيكي، اهلا وسهلا بيكي، منورانا ويا رب دايما معانا على طول. ازاي تعرفي اللي اكلتيه مناسب او لا؟ اعرفي
المسموحات والممنوعات بتاعت الكيتو. ببساطه هبقى انزل لكم بوست على الجروب فيه التفاصيل دي، وان كان يعني انا عامل فيديوهات فيها كلام عن الموضوع ده، بس خلينا نبقى نكتب كده في بوست كده سريع المسموحات والممنوعات في الكيتو. اعرف المسموحات والممنوعات كده انت ماشيه كويس. هتاف الباش بتقول انا ما بحسب سعرات، تمام انت معايا، انا كمان ما بحسبش. موضوع الحسابات بصراحه ماليش فيه قوي، فكره ان انا اقعد احسب سعراتي وانا كده اكلت 150 سعر ولا هنا دي فيها 300 سعر، مش بركز قوي الحقيقه على الموضوع ده. معلش التليفون بيفتكر يرن كتير وقت ما اعمل لايف، انا اسف. عماد ابو عجيله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله يا عماد، اهلا وسهلا بيك دايما منور. طيب اظن كده تقريبا انا جاوبت على كل الاسئله، بس لو حد عنده اسئله تاني على بال تفكروا، او يمكن يكون في حد ساله لسه ما اعرفش ما وصلنيش ولا ايه، ايا كان هقول كده واحاول الخص بسرعه موضوع الحلقه اللي اتكلمت فيه. اولا قلنا ايه الاضرار او المشاكل اللي ممكن تواجهك وانت داخل الكيتو. اول حاجه قلنا الصداع والاجهاد اللي ممكن يحصل لك في اول كام يوم، ودول بسبب اعراض انسحاب السكر من الدم. لو كنت مدمن سكر قوي قبل ما تدخل الكيتو، ما تدخلش الكيتو بشكل مباشر، خد لك اسبوعين ثلاثه قلل السكريات والحلويات والشوكولاتات طبعا بشكل تدريجي عشان تقدر تدخل الكيتو بسهوله. اما لو كنت عادي بتاكل سكريات بشكل معتدل، ادخل الكيتو والتزم بس بشرب الميه بكميه مناسبه، وكمان اكل الخضروات الورقيه بالاضافه للمحلول الكيتوني اللي اتكلمنا عنه كتير جدا وبننصح بيه. معلقه خل تفاح على كوبايه ميه على نص ليمونة ورشة ملح، هيفرق معاك كتير جدا ويعوضك الأملاح المعدنية اللي بيفقدها الجسم ويديلك الطاقة اللي أنت محتاجها. بس معلش استحمل أول كام يوم بيكونوا فيهم شوية إجهاد كده لحد ما جسمك بيعمل إعادة ضبط برضو علشان يدخل في مصدر الطاقة الجديد. كمان من المشاكل اللي بتواجه بعض الناس أحيانا، وخلي بالكم بقول بيحصل لبعض الناس، المشاكل اللي بتحصل لبعض الناس، في ناس ما بيحصل لهاش. من المشاكل كمان اللي بتحصل لبعض الناس الامساك، تشنجات العضلات، وخفقان او ضربات في القلب، ودول بيبقوا مشكله نقص بوتاسيوم او مغنيسيوم. خد البوتاسيوم من الخضروات الورقيه. اهم الخضروات الورقيه اللي فيها بوتاسيوم هي السبانخ والبروكلي. السبانخ والبروكلي ركزوا عليهم وكلوا منهم ولو كل يوم حتى مش مشكله. وطبعا الافوكادو اللي هي تعرفش اذا كانت فاكهه ولا مش فاكهه، هي بتصنف على انها فاكهه، لكن ايا كان الافوكادو برضو فيه نسبه كبيره من البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وكل الفوائد اللي انت متخيلها هتلاقيها موجوده في الثمره العجيبه دي اللي اسمها افوكادو. وكمان خد اقراص المغنيسيوم كل يوم قبل النوم بساعه او بساعتين. من المشاكل كمان اللي بتحصل عند بعض البنات او الستات مشاكل في الهرمونات، دي زي ما قلنا انت مش محتاج تعمل فيها حاجه. لو حصل تاخر في الدوره، لو حصل زياده نزيف او ايا كان، بتحصل بشكل بسيط ما يقلقش، وبترجع تتظبط القصص دي بالاستمرار مع الكيتو. نور بتقول جداول الكيتو بتذكر اوزان المكونات، هل ده مهم؟ مش فاهم قوي، بس يعني لو قلنا مثلا تقصدي ان في جداول للاكل مثلا وبتقول الوزن بتاعها ايه وسعراتها ايه، اوكي كويس. زي ما كنت بقول من شويه، انت لو هتحسب سعراتك ده كويس. مش عايز تحسب سعراتك وعايز تمشي بالجوع على حسب الجوع والشبع، ده اللي انا ماشي عليه. لكن لو عايز تحسب طبعا ده كويس، احسبه. ما بقولش الحسابات غلط، اللي عاوز يحسب ويعرف يحسب سعراته دي حاجه كويسه. شيماء بتقول لو انا مش بجوع وباكل وجبه واحده لازم اكل وجبتين غصب عني. معلش لازم تاكلي وجبتين. خلي موضوع الوجبه واحده ده 3 ايام بس، 3 ايام بس وجبه واحده، و3 ايام وجبتين، ويومين مثلا او 3 ايام 3 وجبات وهكذا. لازم تنويع مستمر. لو فضلت تاكل وجبه واحده بس فتره طويله بشكل مستمر، جسمك هيوقف حرق زي ما قلت من شويه. كلارا اشكرك جدا. كلارا بتكلم عن تساقط الشعر. طبعا تساقط الشعر من المشاكل اللي بتواجه ناس كتير في الكيتو. حلها ببساطه انك تحاول شوربه العظم او شوربه الكوارع، من الحاجات الكويسه جدا اللي بتساعد البشره والشعر كمان، عشان الناس اللي بيحصل عندهم احيانا مشاكل يقول لك البشره خست او مش عارف بقى ايه. شوربه العظم وشوربه الكوارع مهمه ومفيده جدا في الموضوع ده. ولو عندنا مشاكل في تساقط الشعر لسه، ممكن ناخد اقراص بيوتين.
اي مالتي فيتامين يكون فيه بيوتين. في بعض المالتي فيتامين زي ما قلت في البدايه بيكون فيها بيوتين، بيوتين مناسب جدا لمشاكل الشعر. سوسن بتقول: السلام عليكم، بدي اعرف كميه الدهون بالنسبه لوزني 75، يعني كم ملعقه طعام، وكميه البروتين مثلا بحجم كفه اليد بروتين يكفيني؟ ماشي، بالنسبه للبروتين اوكي، بحته لحمه مثلا قد كده، لو مش هنقول 150 جرام، لو مش هتعرف توزن 150 جرام او 200 جرام، حته لحمه قد كده كفايه كويسه جدا فيها البروتين اللي انت محتاجاه في وجبه واحده طبعا، لكن تكوني واكله وجبه تاني فيها بيضتين مثلا او حاجه زي كده عشان تكوني كملت نسبه البروتين بتاعتك. نسبه الدهون، وزنك اصلا قليل يعني الى حد ما، فما تاخديش يعني اقول لك ايه مثلا معلقتين ثلاثه مثلا زبده في اليوم. اهم حاجه بصوا، انا زي ما قلت لكم انا ما بوزنش وما بحسبش، فاهم حاجه خلاصه القول عشان تبقى مستريح تماما، اهم حاجه في الكيتو ان تبقى محافظ على ان الدهون بتاعتك في الاكل اكتر من البروتين، بس ادي الموضوع بمنتهى البساطه، دهونك اكتر من البروتين. ازاي دهونك تبقى اكتر من البروتين؟ لما تيجي تنقي حته لحم من اللحمه اللي اهلك عملوها في البيت مثلا، مش لازم يعني تتعب نفسك وتجيب حاجه مختلفه، تنقي حته لحم، نقي حته اللحم اللي فيها ابيض اللي فيها دهن كتير. تاكل تيجي تاكل فراخ، كل الورك ما تاكلش الصدر، الورك فيه دهون اكتر، وحمره بشويه زبده مثلا او سمنه بلدي. البيض حط عليه زيت زيتون او حمره في الزبده، التونه حط عليه معلقتين زيت زيتون، وهكذا. فاهمين الفكره؟ يعني دايما حاول تزود دهونك عن البروتين، بس ده الموضوع بمنتهى البساطه. رورو بتقول: انا ساعات بلخبط بس مش قوي، هل ده سبب في تعب الجسم؟ مفيش حاجه اسمها لخبط قوي ولخبط مش قوي، اللخبطه لخبطه، اللخبطه يعني لخبطه. ف مفيش حاجه، الكيتو معلش الكيتو لازم التزام حقيقي، ما ينفعش تقعد تبقى ملتزم بالكيتو وتاكل مثلا شويه رز، ولا ملتزم بالكيتو وتاكل ربع رغيف عيش، ولا ملتزم بالكيتو ما ينفعش كده، بتتعب نفسك طبعا، هيحصل لك تعب في جسمك، الانسولين عمال بيعلى وينزل كل شويه، فده مش كويس، لازم الالتزام. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تعملوا شير، تعملوا مشاركه للفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من الناس، واعملوا لايكات. اللايكات على فكره لما بتظهر جنبي كده في الفيديو بتفرحني، خلوني كده افرح وشوف اللايكات بتاعتكم بتظهر على الفيديو عندي. شيماء بتقول: البوليت بروف يعتبر وجبه؟ لا يا شيماء، الوجبه لازم تكون حاجه متكامله، لازم يكون فيها دهون وبروتين وخضروات. وجبه البوليت بروف في الكلام ده طبعا؟ لا، البوليت بروف احنا ممكن، بص خليني اقول لك على حاجه، مش انا مش كنت بقول لك مثلا ممكن تيجي 3 ايام تاكل وجبه واحده، خلاص في الثلاث ايام دول اللي هتاكل فيهم وجبه واحده الصبح خد البوليت بروف عشان يخليك تقدري تقعدي مش عايزه اكل، وكمان في نفس الوقت جسمك خد طاقه، لان احنا بنقول انك لو قعدت فتره تاكل وجبه واحده جسمك بيقلق ان مفيش طاقه داخله له فيوقف حرق، خلاص انا اديله البوليت بروف في الاول في طاقه بالزبده اللي فيه، فبالتالي جسمك يبقى مطمن ويحرق دهون باقي اليوم. رورو بتقول: لو حصل جوع في وقت متاخر من المساء ايه الاكل، وهل غلط الاكل بالليل؟ لا مفيش غلط في الاكل، الكيتو كل في اي وقت مفيش غلط، احنا بننصح ان الاكل اخر وجبه. والله اللايكات، شايفين اللايكات يا جماعه قاعده تجري كده جنبي، والله شكلها حلو جدا، اعملوا لايكات كتير يا جماعه. احنا بننصح ان الاكل يكون اخر وجبه تاخدها قبل النوم بساعتين ثلاثه، لكن جيت انت بالليل مثلا جعت مفيش مشكله كل، احنا دايما بنقول لو جعت تاكل، ما جعتش ما تاكلش. بس هي الفكره ايه؟ انك لو الوجبه اللي قبلها انت حاطط كميه دهون اعلى زي ما بقول، انت مش هتجوع بالليل. بس تعال نفترض جدلا انك جعت ومش عايز تاكل عشان ما تخربش الدنيا، اعمل كوبايه كاكاو بنص معلقه زبده، قفلت كده معاك وهتبقى زي الفل ومش هتحس بجوع. مي بتقول: انا كيتو 6 شهور بس خرجت ريفيد كذا مره من ساعه رمضان. يبقى انت مش 6 شهور كيتو، انت بتطلعي وبتدخلي، والعيد للاسف برجع كام يوم وبلخبط تاني، خايفه من اللخبطه دي ايه اضرارها، ومش عارفه التزم تاني للاسف بعد الريفيد. بص يا مي، دايما بقول ودايما باكد، الدخول والخروج المتكرر في فترات قريبه من الكيتو بيسبب مشاكل صحيه مش كويسه. انا بشكر الناس جدا قبل ما اكمل، انا اسف يا مي، بس قبل ما اكمل اجابه سؤالك بشكر الناس جدا اللي بتعملي لايكات وقلوب، شكلها حلو والله صدقوني يعني. فتاني ارجع اكد، الدخول والخروج المتكرر من الكيتو مش كويس، لان فكره انك انت لما بتدخل تلتزم بالكيتو بتقلل مستويات الانسولين جدا في جسمك، البنكرياس بيبقى مستريح بشكل شبه تام، مفيش انسولين بيخرج خالص.
اول ما تيجي تخرج انت من الكيتو تاكل حته حلويات ولا نشويات ولا بتاع، الانسولين يرفع فجاه، بعدين انت ترجع بقى يومين تلتزم بالكيتو، الانسولين يرجع ينزل خالص، مش بيختفي بس بينزل شويه، ترجع تاكل سكريات يعلى، هتسطع هتتعب، بلاش، هيحصل لك صداع، هيحصل لك اجهاد، بيحصل مغص، بيحصل بعض التلبكات المعويه، بتحصل مشاكل كتير في الدخول والخروج المتكرر، فده مش كويس. لو مش عارفه تلتزمي بالكيتو بلاش من الكيتو خالص، اقري عن نظام تاني اسمه لو كارب، منخفض الكربوهيدرات، ده يمكن يكون اسهل بالنسبه لك اذا ما كانش عندك الاراده انك تلتزم بالكيتو الجميل ده. ازاي مش عايزه تلتزم بالكيتو ده؟ حلو جدا. نور، هل شوربه الماجي كيتو؟ طب لو ما ينفعش ايه البديل؟ اقول لك ايه، شوربه الماجي اللي هي المرقه، يعني يا جماعه بالنسبه لنا احنا المصريين عليها المرقه، المرقه هي بص هي مش، بص هي مش هتخرجك من الكيتو، هي مش هتخرجك من الكيتو، بس احنا بنمنعها لان هي مضره صحيا، احنا ماشيين على نظام صحي جدا، فليه ندخل فيه حاجه مش صحيه؟ طب ايه البديل ليها؟ شوربه الفراخ نفسها بتطلع شوربه حلوه، اللحمه بتطلع شوربه حلوه لما تحط لها شويه توابل، العظم الشوربه بتاعته حلوه جدا، كل الحاجات دي بتطلع طعم لطيف، بالتوابل بتاعتك كمان هتديها الطعم والريحه اللي انت نفسك فيها. فده تقريبا كل الاسئله اللي وصلتني. انا دايما بكون عايز اساعدكم، ودايما بكون عايز ارد على كل اسئلتكم. نزلوا دايما بوستات جديدة على الجروب هنا عندنا، اكتب بوست جديد اللي هو منشور جديد، حط فيه مشكلتك او حط فيه السؤال اللي انت عايزه، هجاوب عليه باسرع وقت ممكن، لان انا طبعا مش هكون لايف غير كل يوم جمعة الساعة 9. حط اسئلتكم في بوست على الجروب وانا هرد عليها، او حد من المشرفين اللي معايا او حد من زمايلنا اللي فاهمين في الكيتو برضو. مش عارف، ما عنديش كلام تاني اقوله، بشكركم جدا على وجودكم معانا، بكون سعيد جدا في وجودي معاكم. هجاوب اخر سؤال لعماد، بما ان السؤال ده وصلني دلوقتي. عماد ابو عجيله، الكركديه كم مسموح كاس نشربه في اليوم؟ اشرب مره او مرتين كركديه، الكركديه حلو جدا ومفيد، بيخفض ضغط الدم فبالتالي بيساعدنا، وهو حاجه وطبعا ليه مزايا تاني كتير جدا، فاشرب كركديه مره او اتنين في اليوم مفيش مشاكل. شكرا ليكم، ويا رب دايما في صحه وسلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.